تسألونني اليوم عن العلاقات بين الجزائر والمغرب. إنها علاقات حساسة، وذلك لأسباب يعرفها الجميع في المغرب. لقد طلبتم مني بالضبط أن أحدثكم حول الأسباب الرئيسية لهذا الصراع، وبالنسبة لي فهو صراع قديم جدا وليس بالجديد. ويجب أن نفهم أيضا أنهما بلدان مختلفان جدا، فالمغرب بلد عريق تعود أصوله إلى حدود سنة 700 ميلادية تزامنا مع حقبة الأدارسة، وهذا يعني أن عمره يتجاوز إلى الآن 1400 سنة. أما الجزائر فهو بلد حديث العهد، وتاريخ الاستعمار هناك يؤكد ذلك، إذ استعمرت فرنسا تلك الرقعة الجغرافية وقامت بتشكيلها، ومن ثم ولدت البلاد تبعا لهذا التشكيل. وهذه ليست بإهانة بل هي حقيقة تاريخية دامغة. المغرب كبلد قديم كان على الدوام مقاوما صلدا لجميع محاولات الاستعمار التي واجهها، وليس هذا هو الحال لدى الجزائر.